مساء الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الاصطناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، والتي توضح انتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الغربية، أجزاء من المنطقة الوسطى وأيضا المنطقة الجنوبية الغربية، هي ناتجة عن حالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. ننتقل الآن وإياكم ونتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الخميس وحتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة. درجات الحرارة تبقى أربعينية خلال ساعات النهار، تنخفض ليلا لتكون حول 30 مئوية في عموم مناطق المملكة، ما دون ذلك في المنطقة الشمالية وأيضا المرتفعات الجنوبية الغربية. يوم الجمعة نهارا ترتفع درجات الحرارة مجددا وتسجل أو تكون في أواخر الأربعينيات في أجزاء من المنطقة الشرقية، منطقة الإحساء وأيضا المناطق المنخفضة من منطقة المدينة المنورة. لا تغيير الحال الجوية متوقعة يوم السبت، تستمر المملكة تحت تأثير كتلة هوائية شديدة الحرارة، درجات الحرارة تكون في أواخر الأربعينيات في المنطقة الشرقية، منطقة حفر الباطن وأيضا منطقة الإحساء، فيما تنخفض قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتكون درجات الحرارة هنا في أواخر ثلاثينيات مئوية. خلال ساعة الليل تنخفض في المنطقة الشمالية لتسود أجواء مائلة للبرودة بشكل عام وأيضا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء صافية بالمجمل مع تفرق لبعض الغيوم بدون فعالية، مع 30 درجة مئوية كحرارة مقاسة، أما الملموسة 32، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة، يوم الجمعة 44 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 31، يوم السبت 45 إلى 34، يوم الأحد أيضا 45 درجة مئوية حرارة عظمى، أما الصغرى 31 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.